الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الوصفة درت لكم اليوم وصفة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير. درت لكم لي كوتلات فلاكوكوت، يعني نص ساعة يكونوا طيبين زبدة ومحمرين ما شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كامل تفاصيل تحضير هذه الوصفة. ما تنسونيش بلي جيم لا فيديو، ابوني القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. وفرجة ممتعة. بسم الله. دوك نعطيكم طريقة تحضير واللوازم اللي نسحقوهم لهذه الوصفة. عندي هنا لي كوتلات تاع العيد، هاهم ليك بسم الله كيما راكم تشوفوا. نحتاج لهذه الوصفة فقط بعض التوابل، يعني وصفة بسيطة جدا. عندي هنا لامونتار، نسحقوا الملح، الزيت وشوية فلفل كحل. هذا ما كان واش راح نتبل به لي كوتلات توعي. بسم الله. دوك راح ندير هنا في الصحن، ندير شوية تاع الزيت، حوالي زوج مغارف تاع الزيت. يعني طريقة سهلة وبسيطة، بصح في الآخر راح تحصلوا على لي كوتلات مشويين ومحمرين وطيبين ما شاء الله. شوية تاع لاموطار كنديرو قبل الملح، شوية تاع الملح، نزيد شوية يعني مليح يجو شوية، كيجو لي كوتلات شوية ملحين، شوية فلفل كحل، هاكا شوية فلفل كحل، نزيد شوية تاع نص مغرف تاع لاموطارد، نزيد شوية. هادو هما التوابل اللي راح نديرهم هكذا باش البنة تاع اللحم ما تروح لناش، تبقى كي نكثروا التوابل تروح البنة هذيك تاع اللحم. بسم الله. نخلط دوك هذا اللوازن كامل، تتبيلة بسيطة جدا لكن في الأخير راح تعطينا نتيجة روعة. هكذا دوك رايحة نتبل به لي كوتلات. بسم الله. هكذا نحكمو لي كوتلات تاعنا، هكذا بهذه الطريقة رايحة نتبل به كامل الكوتلات. نقلبوها على الجهة الأخرى كيف كيف، نفس الشيء هكذا. بهذه الطريقة رايح نكمل نتبلهم كامل، بعد نعاود نولي لكم باش نكملوا الوصفة تاعنا ان شاء الله. هم ليك دوك لي كوت راني تبلتهم مليح، خليتهم ريحوا هكذاك واحد الاربع ساعه في هذا التتبيله. دوك رايح نطيبهم. عندي هنا لاكوكوت رايح ندير فيها مغرف تاع الزيت، هكذاك قيس مغرف تاع الزيت، دوك رايح ندير لي كوتلات يطيبو. بسم الله. هكذا لازم نستفتهم كاع مليح للداخل، هكذا بس هكذا نحركهم برك هكذا باش ما يلصقوش.
دونك هكذا نخليهم على نار حليله. نغلق لا كوكوس مدة نص ساعة على نار قليلة، ونديرلها الصفارة على نص ساعة. نفتحو لهم تشوفوهم. فوق بعد مرور نص ساعة راني فتحت لاكوكوت. شوفوا دوكا لي كوتلات كيفاش راهم محمرين. دوكا رايحة نقلبهم باش يزيدوا يتحمروا من الجهة الأخرى من بعد يعني الطياب. خلاص راهم طابوا يعني زبدة ما شاء الله. برك دوكا رايحة نقلبهم باش يتحمروا من الجهة التحتانية، من الجهة الفوقانية عفوا. هكذا دوك بلا ما نغلق لاكوكوت راح نقلبهم برك هكذا يزيدوا يطيبوا شويه من بعد. خلاص هم ليك دوك كيما راكم تشوفوا لي كوتلات راني نحيتهم. شوفوا كيفاش راهم محمرين ما شاء الله. دوك ريحان عندي هنا بطاطا اللي راني غليتها بشويه تاع الماء، درت لها صفيتها ودرت لها قطع تاع فرماج مثلثات. ريحان بعد نزيد لها شويه حليب شويه زبده. نعاود نولي لكم باش نكمل الوصفه تاعنا ان شاء الله. راني وليت ليكم اخواتي، هم ليك لي كوتلات محمرين وطيبين زبده ما شاء الله. في لاكوكوت نص ساعه راهم زبده ما شاء الله. وهذا اللون الاحمر الشباب حمرتهم وخليتهم حتى طابوا مليح في لاكوكوت. من بعد خليت فتحتها وخليتهم تحمروا باش خذوا هذا اللون. رافقتهم بلا بيوري مع شويه تاع لاصوص هذيك تاع لي كوتلات. وبيان سور كي رانا في الصيف لازم طوماطيش والفلفل الحلو مع الفلفل الحار. واش نقول لكم ما شاء الله، شاهدكم بالصحه ولهنا خياتي. ما تنسونيش ولا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وابوني القناه وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. والى الملتقى مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.